So all I want to say that I totally support Israel because they're so powerful. What a beautiful أنا بدعم إسرائيل. دي الكلمة اللي قالتها الفنانة هنا الزاهد في فيديو نشرته، وقالت كده فعلا بالصوت والصورة. هي إيه الحكاية؟ من كام يوم طلعت علينا الفنانة هنا الزاهد وعملت فيديو باللغة الإنجليزية بتتكلم فيه عن الأوضاع في فلسطين، ولكن في بداية الفيديو كانت صدمة لكل المتابعين. هنا قالت في أول فيديو إن هي بتدعم إسرائيل، قالتها نصا كده من غير أي تحريف للكلام. طبعا في ناس خدوا الكلمة دي من هنا وطلعوا يجروا ويقولوا الحق هنا الزاهد بتقول ايه، هنا الزاهد بقت صهيونية هي كمان وبتدعم الكيان المحتل. وفي ناس تانية طلعت تألف وتقول ده هنا الزاهد بتعمل كده عشان في جهود كبيرة هددتها في حياتها، والموضوع فتح مجال كبير جدا للفتي من الناس. بس احنا النهاردة هنعرف سوا ايه هي حكاية الفيديو ده. المشكلة مش في اول جملة في الفيديو، المشكلة ان الناس ما كملتش الفيديو للآخر. هنا في أول الفيديو قالت أتكلم باللغة الإنجليزية لأنني أريد أن يفهمني كل من يتابعني، كل ما أريد قوله هو أنني أدعم بشكل كامل إسرائيل لأنها قوية للغاية وما أجمل جيشها. إهدى بس وما تتعصبش، الفيديو لسه ليه باقي. هنا كملت كلامها وقالت ما أجمل هذا الجيش، ألقى 6000 قنبلة ما يعادل ربع قنبلة نووية تقريبا، ودمر 80,000 مبنى ومستشفيات ومساجد ومدارس. ما أجمل هذا الجيش في مواجهة النساء والأطفال، يقتلون الآلاف المدنيين بضربة واحدة. رجاء اقرأ وتعلم قبل أن تدعم، اقرأ التاريخ، كل الشرق الأوسط لا ينام من التفكير في فلسطين، فلسطين حرة. مش قلتلك الفيديو ليه باقي؟ هنا ما سكتتش عند كده وكملت كلامها وقالت لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري 15322 قسم التبرعات وتاخد صندوق من الهلال الأحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين، وبكده تكون ساعدت كتير. هيجي واحد ممكن يسأل ويقول هي إيه الفكرة من اللي هنا عملته ده؟ يعني هي قبضت قلوبنا في الأول وكل الناس فكرتها بقت مع الاحتلال ونزل عليها كم هائل من الشتايم والهجوم، لأن في ناس خدت الجزء الأول من الفيديو ده بس وبقت تشيره عندها وتقول شوفوا هنا الزاهد بتعمل إيه، شوفوا بتدعم الاحتلال إزاي بالصوت والصورة ومش هاممها حاجة ولا هاممها إخواتها اللي بيموتوا كل يوم. الفكرة هنا من الفيديو اللي عملته هنا ده إن هي بتجذب انتباه الناس في أول كام ثانية في الفيديو علشان يضطروا يكملوا الفيديو للآخر ويشوفوا حقيقة الكلام اللي هي بتقوله ده. وطبعا هي نجحت في كده جدا بدليل إن الفيديو انتشر وبقى ترند وحقق المطلوب. وبس كده، لو حابين تعرفوا أي تفاصيل أكتر تخص الفنانين تابعونا على صفحة نجوم الفن.